السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعلم عن الجهاز التنفسي. هل أحد يعرف مما يتكون؟ أها، من عملية الشهيق والتنفس الخلوي والزفير. ممتاز. الجهاز التنفسي يتكون من عملية شهيق وعملية تبادل الغاز وعملية التنفس الخلوي وعملية الزفير. عملية الشهيق هو دخول الهواء المحمل بالأكسجين إلى الرئتين، عملية تبادل الغاز، وهو حيث ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الدم ثم إلى الخلايا، وينقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الدم الذي ينقله للرئتين للتخلص منه. عملية التنفس الخلوي هو تفاعل كيميائي حيث يتحد الأكسجين مع الجلوكوز وينتج عنه ثاني أكسيد الكربون والماء، والطاقة. عملية الزفير هو خروج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء من الرئتين. التنفس من الأنف أفضل من التنفس من الفم، لأن الهواء عندما يدخل من الأنف يحدث له تنظيف وترطيب وتدفئة. لماذا القصبة الهوائية مفتوحة دائما؟ إنها إذا كانت مغلقة لكان التنفس صعب أو مستحيل لتسمح للمريء بالتمدد أثناء مرور الطعام. أعضاء الجهاز التنفسي من الأنف والفم: البلعوم الحنجره، القصبه الهوائية، القصيبات الهوائية، الشعيبات الهوائية، الحويصلات الهوائية الرئتين. انتهى الدرس. شكرا لاستماعكم.